السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الله يسلمك. أشهد الله أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يا رب يعرف ميزان حسناتك وتقبل منا منك يا رب آمين. يا رب آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء يا رب العالمين. وإياكم وإياكم. سؤال لحضرتك يا سيدنا. تفضل. هل يجوز أن يقول رجل وحياة ربنا؟ يقسم يقول وحياة ربنا؟ جوزها بعض العلماء لأن من صفة الله أو من أسماء الله الحي. نعم. الحي. وقالوا إن الحلف بصفات الله جائز، وعزة ربنا وحياة ربنا ونحو ذلك. جوزها بعض العلماء. نعم.